أصبح الخير. السلام عليكم خويتي الرياس مهدي. واجبناه. السلام عليكم خوتي الرياس، أخوان أخوات متتبعي القناة. اليوم معكم إن شاء الله فيديو جديد في مصيد ديال تقريبا قرب صاحب حرصة بمدينة طنطان. كنا بيتي البارح الليل، جاب الله واحد جوج فراق ديال ثلاثة فراق أنا والصديق ديالي ديال السنور، وهربونا شي وحدين ولكن ما عليش، المهم جاب الله شي بركة. وحنا غادي نشوفو نطعم إن شاء الله دابا بالفاسخة إلا جاب الله شي شرغوف هاد المصيد هادو كيما كتشوفو هنا مورايا. المهم إلا كان شي حاصلة إن شاء الله ولا شي تقويصة راه نشاركها معاكم. الفاسخة هي كيموت عليها الشرغو، الفرماج ديال الشرغو هو هذا. نطعمو نتوكلو على الله ان شاء الله والله يجيب شي بركة. الطعمة ديالنا صوبناها هي كيما كتشوفو الفاسخة، راه عندي فاسخة كبيرة تبارك الله قسمتها على شي ربعة ان شاء الله. الخيط ديال الماكينة 45 ديريكت بلومار 40 البحر طايح، وكلشي ديال الله وفي يد الله. صبحنا عليه هذا الصباح، اللهم بارك وزيد في ذلك. شرغو عزي كحل ديال الحجره، شوفي شاده شو جمع لي شوارب بجوج. السنارة ديال 11 والفاس 50 كينا، الفرماج ديال الشرغو هذا، الترقيع على 45، بلا ما نكثر عليكم ونطول عليكم، فرجة ممتعة إن شاء الله. شو قلبوا على والديه. آمين.